الأستاذ نبدأ بالاسم والصفة والمستجدات اليوم. الأستاذ أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريف. المستجدات، وقع تقديم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعها تدليس مسك واستعمال مدلس، اعتبارا وأنه التقارير الواردة على حاكم التحقيق اتضح وأنه وقع تضمينها معطيات مغلوطة، بدليل وأنه التقرير اللاحق ورد به وأنه المعطيات الأولية الواردة في التقرير الأول لا أثر لها ولم يقع تسجيلها لدى إدارة الحدود والأجانب. وقع تقديم مطلب إفراج للسيد حاكم التحقيق المتعهد الذي لم ينظر فيه لا بالإيجاب ولا بالسلب، استنادا إلى ذلك واحتكاما للقانون. وقع تقديم مطلب إفراج لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. قلت اليوم أنه فما معطيات صادمة حبيت يعني توريها للرأي العام ورأي العام يسمع بها في هذه القضية بالذات، شنو ممكن الصادم وجديد؟ الصادم وأنه الواشية في قضية الحال والتي أثارت التتبع ضد السيد علي العريض، وقع انتخابها كنائبة بالبرلمان، برلمان العلو الشاهق. الصادم في قضية الحال وأنه إيقاف السيد علي العريض تم بناء على دخول، على تقرير وقع تضمينه دخول دعاة إلى تونس إبان تولى السيد علي العريض لوزارة الداخلية، والحال وأنه تقرير لاحق أثبت أن هؤلاء الدعاة لم تطأ أقدامهم التراب التونسي، معناها كأنه قاع تقديم تقرير مزور ومدلس بهدف إرغام السيد قاضي التحقيق على إيقاف السيد علي العريض. ما علاقة النائبة سمحني أستاذ المنتخبة مع العلم أنه كانت نسميه وإحنا فاطمة المسدي اللي هي كانت قبل نسميه وخطر كانت هي نائبة في البرلمان اللي قبل هذا خطر القانون العلاقة، وأنه القانون يقول وأنه معناها المتضرر إما أن يكون قائما بالحق الشخصي أو غير قائما بالحق الشخصي. الواشي معناها ما زاد على ذلك يعتبر وشاي، اللي تقدم معناها واشية، قدمت وشاية اتضح وأنها كيدية إلى النيابة العمومية وتم معناها مكافئتها بوجودها في القائمة وبوجودها في البرلمان العلو الشاهق. في دولة العلو الشاهق ما بعد 25 جويلية أصبحت هذه القاعة تختص باستضافة الندوات الصحفية لكل المضطهدين أو بل لكل ضحايا 25 جويلية. الأستاذ سمير ديلو مشكورا أتى على جميع جوانب الملف، نعتبر مشاركتي وأنها من قبيل الدردشة. الشاكية في قضية الحال، القانون يميز يقول وأنه أطراف الدعوة العمومية تكون النيابة العمومية مكلفة بتطبيق القانون والمتهم والمتضرر. المتضرر ينجم يكون قائم بالحق الشخصي وإلا غير قائم بالحق الشخصي. ما زاد عن ذلك القانون الجزائي يعتبر واشية. الواشية في قضية الحال اللي قدمت الشكاية الجزائية في ملف رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض، من صدف وانه ولت نائبة ويطلوا علينا يقولون نراه الملف يتعلق بالحق، يتعلق بالإرهاب، مش ملف سياسي، رغم معناها الشاكية في قضية الحال ترشحت للانتخابات التشريعية ومعترفة بمسار 25 جويلية ولت نائبة، ومع ذلك يطلوا علينا يقولون وأنه ملف قضية الحال مش ملف سياسي. باحث البداية جاب كل ربوع البلاد شمالا جنوبا شرقا وغربا تحرى، جاب الشهود اللي خلقهم ربي الكل اللي تورطوا في القضايا الإرهابية كلهم معناها تعرض لهم، ولا فيهم واحد يقول وأنه سيد علي العريض
شارك أو تواطأ أو سهل أو نادى أو طلب من الشباب الالتحاق ببؤر التوتر. شلون اللي ينسب ملا رئيس الحكومة السابق السيد علي العريض؟ ينسب له، وهذا الكلام للسيد قاضي التحقيق المتعاد، عدم محاربته للظاهرة السلفية بين إشرافه على وزارة الداخلية. أولا لنتفق بداية وأنه ما ثماش قانون في تونس يعتبر وأنه عدم مكافحة ولا عدم مقاومة الظاهرة السلفية يتشكل منه جريمة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، رغم ذلك معناها السيد علي العريض هو الذي صنف معناها أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، ومع ذلك معناها يعاقب ويزج به في هذه القضية من أجل عدم مقاومة الظاهرة السلفية. والله العظيم معناها البلاد هذه ولات تدار بكيفية غريبة. سويعات بعد الإطلالة متاع السيد رئيس الجمهورية البارح من ثكرة العوينة، صدفة مش متعمدة، صدفة، يقع إيقاف الكتب العام لنقابة الطرقات السيارة. بطبيعة الحال الملفات القضائية تدار بكل حياد. شنو القرائن اللي اعتمدها السيد قاضي التحقيق لإيقاف السيد علي العريض؟ اعتمد على الظاهرة السلفية، أو ما قاومش الظاهرة السلفية، رغم أنه صنف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، ورغم أنه السيد علي العريض مطلوب في حياته وفي شخصه من قبل تنظيم أنصار الشريعة. قال راه أجرى تعيينات صلبة وزارة الداخلية، تعيينات هذه كان من شأنها تسهيل سفر الشباب إلى بؤر التوتر. هالتعيينات اللي يتحدث عليهم السيد قاضي التحقيق تمت كلها وبدون أي استثناء قبل معناها تولي السيد علي العريض لوزارة الداخلية، والترقيات تمت قبل التحاق السيد علي العريض بوزارة الداخلية. الأستاذ سمير ديلو كان يتحدث عن المحاضر المزورة، وقت اللي بدأ باحث البداية في الأبحاث متاعه وقبل تعاهد السيد قاضي التحقيق وبين تعاهد السيد قاضي التحقيق بالملف، قدموا أعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قدموا تقارير إرشادية تفيد وأنه بعض الدعاة الممنوعين من دخول التراب التونسي دخلوا لتونس وقت تولي سيد علي العريض لوزارة الداخلية. هذه تنجم تكون قريب. بعد هالتقرير الإرشادي هذا يريدوا تقرير إرشادي آخر، وقت لها السيد قاضي التحقيق كاتب إدارة الحدود والأجير قال لهم أعطوني الدعاة اللي دخلوا في عهد تولي السيد علي العريض لوزارة الداخلية، خليني نكون قرينة ضد السيد رئيس الحكومة الأسبق ونوقف. يجيه تقرير من عند إدارة الحدود والأجير قالوا له سمحنا، راهو التقرير الإرشادي اللي أعطيناه لك راهو تقرير غير دقيق. عليش فيه؟ على خطر راه الدعاة اللي قلنا لكم دخلوا وقت تولي السيد علي العريض وزارة الداخلية ما دخلوش وما جاوش، لا دخلوا ولا جاو. معناها الأساس اللي بنى عليه قاضي التحقيق القرائن اللي استعملها في إيقاف السيد علي العريض مش طلعت قرائن مغلوطة، طلعت قرائن مزورة ومدلسة. وقتلها انت تعتمد تقرير أمني وهو حجة رسمية وتعتمدها في إيقاف شخص، ويتضح من بعد وأن التقرير هذا معناها مغلوط وانت اعتمدته، يتسمى تقرير مدلس. فتكم بالحديث مش حل قوس صغير ونرجع نفس الأسلوب اللي اعتمده باحث البداية هو اللي اعتمده في ملف الجوازات. عملوا ملف الجوازات بناء على تقرير يفيد وأنه تم تسليم شهائد الجنسية لإرهابيين، والحال أنه اتضح فيما بعد أن الناس اللي وقع إسنادهم الجنسية ما عندهم حتى علاقة بالإرهاب، وهذا مضمن في الملف
وسيقع تقديم شكاية جزائية من أجل التدليس في الغرض. من جملة القرائن الأخرى اللي اعتمدها السيد قاضي التحقيق يواجه في مناوبنا بمقالات صحفية. راهو غريب اللي شفناه في ملف قضية الحال، ما صارتش في حتى ملف، يجيبوا مقال صحفي معناها مكتوب ومنشور على الشبكة العنكبوتية ويعتمدوه كوسيلة متاع إثبات. أعطيني السورس، أعطيني الأصل منين خذيته. هاي يقول لك أستاذ والله قيناه في الانترنت، هذا حجة أستاذ الله غالب. شو الله غالب؟ نربي في صغاري والله هك، ومعناها هذا تصريح ثابت. الأصل وأن الفصل الأول من المجلة الجزائية يقول وأن الإنسان معناها لا تقع معاقبته ولا يقع تتبعه إلا بناء على نص سابق الوضع من الغرابة بما كان، وأن الأفعال المنسوب ارتكابها للسيد علي العريض جدت خلال سنة 2011 و2012، والنص الجزائي الذي يقع تتبع السيد علي العريض على أساسه وقع سنه في سنة 2015. معناها لخبطة في الإجراءات، لخبطة في وسائل الإثبات، لخبطة في القانون المنطبق. قلنا له أعطينا الأسامي متاع الشهود معناها طالبين الكشف على هوياتهم على خطر القانون متاع الإرهاب، هذا تعرفوه وأنه يقتضي وأنه يقع حجب هوياتهم، حبينا نطلعوا عليه. يا أخي اكتشفنا وأنه أغلب الشهود هم أعوان أمن، والملف في قضية الحال ما هوش ملف سياسي بطبيعة الحال. نحب نقول لكم وأنه المعركة الإجرائية متاعنا مستمرة، قاعدين نعالجوا في ملف مطلب الإفراج تم رفضه مع الأسف، وقع استئناف وقع تقديم مطلب إفراج آخر لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والجلسة معناها معينة.